ورحمة الله. السادة الوزراء، السادة قادة أركان القوات المسلحة والأمنية، السيد الأمين التنفيذي لمجموعة دول الساحل الخمس، السيد مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لأفريقيا الغربية والوسطى، أصحاب السعادة، أيها السادة والسيدات، يسرني أن أشارك جمعكم الكريم حفل انطلاق حملة تشجيع مشاركة النساء الموريتانيات ونساء مجموع دول الساحل الخمس في ولوج مهن الأمن والعدالة، وهي الحملة التي نعتز بإطلاقها لما تحمله من دلالات لتمكين المرأة وتحرير طاقات المجتمع وتأمين التنمية المستدامة والتعاطي الأمثل مع إشكالات المنطقة التنموية والأمنية. لقد لعبت المرأة أدواراً مختلفة في الخدمة العسكرية منذ فجر التاريخ وفي العديد من الثقافات والشعوب، فلم يقتصر الدفاع عن الوطن على الرجال، فالمرأة شاركت الرجل في مهام عسكرية وأمنية. ولقد منح الدين الإسلامي الحنيف للمرأة دوراً بارزاً في كل الوظائف داخل الدولة، بما فيها ضبط الأمن داخل الدولة الإسلامية. أيها السادة والسيدات، بالرغم مما تقدم، ظلت التحيزات والتقاليد لفترة طويلة تقتصر على مشاركة المرأة في أدوار معينة لكل تحديات ومتطلبات العصر. لكن تحديات ومتطلبات العصر تفرض قيامها بأدوار جديدة وفق تعاليم الدين الحنيف وخصوصية المجتمع، فلا يمكن اليوم مواجهة تحديات الأمن والتنمية في منطقة دول الساحل الخمس إلا من خلال مشاركة الفعالة للرجال والنساء معا. وإذا كانت النساء موجودات في قوات الأمن والدفاع وقطاع العدالة، فإن تمثيلهن الحالي ما زال دون المستوى ومحصورا في الأساس على المهام الإدارية ومهام الدعم، ولا تشاركنا بالمستوى المطلوب في صنع القرار. السادة والسيدات، يدعو القرار 1325 الذي اتخذه مجلس الأمن عام 2000 إلى حماية النساء من كل أشكال العنف، وخاصة في ظروف الحروب والنزاعات، ويفرض ذلك على قواتنا في مجموع دول الساحل الخمس التحلي بقيم الحماية واحترام الأطفال والنساء اللائي يشكلن المجموعة الأكثر ضعفاً، خاصة في الحروب والنزاعات. وهذه القيم تفرضها جميع اتفاقيات حقوق الإنسان التي وقعت عليها بلداننا، وهذا يفرض نفسه بقوة في حالة مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، عندما نواجه عدواً عنيفاً وغير منظم ولا يلتزم بأي شكل من أشكال الإنسانية واحترام حقوق الإنسان. ولكن لا يمكن لنا أن نعامل هذه الجماعات المسلحة بالطريقة التي يعاملوننا بها، وهنا يبرز دور المرأة العسكرية التي تتحلى بقيم الإنسانية والتعاطف. وجميع الدراسات أبدت أن وجودها في صفوف الجيش يخلق الطمأنينة لدى المواطنين. من المهم كذلك الإشارة إلى أن الهدف من القرار 1325 ليس فقط حماية النساء والفتيات، بل يشكل أيضاً إطاراً لتعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة. المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في تجنب الصراعات وصنع السلام. وفي هذا السياق سيتم تنظيم حملة تحسيسية لتشجيع مشاركة النساء الموريتانيات ونساء الساحل في ولوج المهن الأمنية وتلك المتعلقة بالعدالة، وتعزيز حضور المرأة بالزي العسكري في قطاعي الدفاع والأمن في منطقة الساحل. ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أدعو القائمين على قطاعي العدالة والأمن وقادة الأركان العسكرية والأمنية إلى تشجيع ولوج النساء إلى هذه المهن والعمل على تذليل العقبات التي تعترض ذلك. كما أهنئ النساء اللائق اقتحمن هذه المهن وتميزن في أدائهن داخلها، ومسرورة بوجود بعض هذه الأوجه البارزة في هذه القاعة. وفي الأخير
أدعو النساء في موريتانيا وفي دول مجموعة دول الساحل الخمس إلى التوجه إلى هذه المهن من أجل المساهمة في الدفاع عن بلدانهن ومكافحة الجريمة وتطبيق القانون. وأعلن على بركة الله انطلاق أنشطة هذه الحملة من خلال عرض لصور نساء رائدات في هذا المجال. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.